ملي كتولي حياتك بحال شي بريرة كبيرة كطيح بحفرة تخرج منها وتعاود تطيح فواحدة أخرى. ملي كتشوف أن كل خطوة كتخطوها كتحس أنك غادي الأمام، لكن في الواقع أنك غادي الورا. ملي كيتسدو جميع البيبان في وجهك وكتقول في نفسك علاش أنا من دوك الناس. ملي كتشوف أن الدنيا كحالت في عينيك وكل شيء هرب عليك، فبكل بساطة عرف أن اسمك مكتوب في حروف ذكرة الموت. سميتي كريم، عايش في كازا مع الوالدين ديالي، واحد اختي صغيرة في عمري 25 سنة، خدام موظف مصلحة الضرائب. كنت مقبل على الزواج لكن مازال ما خطبتش البنت. قالت انها كتبغيني وانها عمرها تخلى عليا، وقالت لي واحد الجملة في التسجيل ديال الواتساب درت عليه نجمة باش كل مرة نتوحشها نسمع ليها. كانت قالت لي يا نتزوج بيك يا عمرني نتزوج. كانت في نظري ملكة جمال العالم، وأنا ما عنديش مع كلام ديال الحب وكلام الرطب، لكن فعلا كانت كتحمقني. دازوا أيام وشهور، ومع المدة حسيت أنها كتبعد عليا ولات قليل فاش كتجاوبني. وملي كنجي نستفسرها كتقول لي ما سمعتش التليفون ديالي أو كان طافي. حسيت فعلا بالبعد ديالها، وهذا الشي جا بعد ما خديت الكونجي وسافرت لأكادير أنا وشي أصدقاء ديالي نبدلوا الجو. وقبل ما نسافر صيفطت لي ميساج وكان بالضحك وقالت صافي غادي تمشي وتخليني، لكن علاش ما ندوزوش الكونجي أنا وياك. ومن بعد هذاك النهار وهي مبدلة عليا ضربنا واحد الدورة في كل القلب في أكادير، طلعنا الجبال وودنا، وكانت الطريق اللي كنا كنقطعوها كلها اوتوستو. ملي كنا كنجيو نباسو كنا كنطلبو ضيف الله، فحتى الى ما لقيناش كنا كنصايبو كيطون وكنشعلو الحافيه وكنعسو في الخلا. الصراحه كنا مغامرين هزين شكاير وكاننا توريست. كنا انا وجوج من العشران ديالي ولفنا كل عام ضروري ما نديرو هاد الخرجه، وبالميزانيه ما تفوتش 1000 درهم. وزيد على هاد الشيء كنا كنتخاطرو شكون اللي غادي يخسر أقل من هاد الشيء، وكل عام في مدينة مختلفة. دازت السيمانة هكذا، وصلنا لواحد القرية سميتها أي سردين. دزنا حدا واحد المكان فيه تراب والحجر مصاف بحال القبورة. بدينا كنطلعو فوقهم في طريقنا للقرية، حتى خرج لينا واحد الشيباني بفوقية كان كيغوت بالشلحة. أنا ما فهمت والو، وملي ضرب العربية فهمنا أننا باركين كنعفطو على القبورة. قفزوا صحابي ديريكت خارج المقبره، اما انا فدات رجلي في اقرب خويا واستغفرت الله. بقيت غادي وكنت خطاهم، كنت انا الاخر في الدراري وكنحاول ما امكن ما نعفطش على حتى شي قبر. القبوره ما كانوش مصافين، شي داخل في شي، كانها مقبره جماعيه. ومني قربت للدراري هنا ضربت رجلي في شي حاجه في التراب، نزلت عيني وقلعتها. كيبان ليا واحد الكتاب مغبر تحت التراب، هزيته ونفضته وضربت عليه واحد الطلة بالخفة وسديته. بصراحة كنت ناوي غادي نلوحو، لكن حتى نخرجو من المقبرة. ولكن وانا غادي شي حاجة قالت ليا حطو في الشكارة ديالك وما ترميش. وفعلا داكشي اللي درت حتى انا. مشينا عند داك الشيباني طلبنا منه السماحة، وبرك كيغوت علينا وكيقول انتم ولاد المدينه ما فيكمش لا احترام لا والو. بسنا ليه يديه وراسو عاد ما سمح لينا. استقبلنا في دارو عشانا وعطانا بيت في الناسو، ومني خرج ذكر من البيت حيت بقى عنده داك الخوف اننا غنشفروه. بقينا داويين مع العشران وغير بالضحك. نقز صاحبي سمير وقال والخوت، ودبرنا عليها من هذوك الموتى اللي ما باينه غادي نحلموا بيهم ولا غادي يجيو ينتقموا منا.
بقينا ضاحكين شوية حتى فكرني معاد وقال تقول لي يا الصاد شنو درتي مع سارة؟ وبالحكم هما العشرين ديالي كنحكي لهم على كل شيء. جبت التليفون واتصلت بها لكن ما جاوبتنيش كيف العادة. جاوبت وقلت لهم يمكن نعسات، وطفت التليفون ونعسنا. بهاد الليلة حلمت راسي مع راجل كيعطيني كتاب، حليته ولقيت فيه بزاف أسماء على شكل جدول. شفت فيه وقلت أش هاد الشي؟ سد الكتاب وحط فوقه واحد الورقة كانت مكتوبة الفوق ملكية، كانت مزوقة بالحمر. أما الكتبة اللي كانت تحتها مكانتش مفهومة، كانت بواحد اللغة اللي غريبة. مد ليا واحد الريشة وحط حدايا مداد حمر كيشبه للدم. أنا ما فهمتش كيفاش حتى تحركت يدي وقعت، كأنني كنوقع على شي وثيقة اللي ما عارفش شنو فيها. فقت بكري قبل من صحابي، أول حاجة درت هي أنني جبت ديك الشكارة وضربت واحد الطلة على الكتاب. الضغطة ديالو كان كحل وأملس بحال جلدة الحية، والورق ديالو كانوا صفرين وقدام. الصفحة الأولى كانت عامرة بواحد الكتبة اللي بلغة ما مفهوماش، والورق الأخرين فيهم جداول، وفي كل صفحة ديال الجدول فيهم خمسة ديال الخانات. فوق كل خانة كتبة، وجدول كله خاوي. كانوا 13 الورقة بالحساب. طاح في بالي أن هاد الشي سحر وتخربيق كيدار في القبور، لكن جاني هذاك الفضول الغريب أنني نفهم أش فيه. جا الصباح وحل علينا الشيباني وفطرنا، شكرناه وخرجنا. وفي الطريق وريت للدراري داك الكتاب وقلت لهم أنني لقيته في مقبرة. بدأوا كيقلبوا فيه وقالوا هادشي غير تخربيق. وملي شفتهم ما مسوقينش أنا ما زعمتش نحكي لهم داكشي اللي حلمته وراودني البارح، ما زعمتش نحكي لهم على الحلم ويردوني ضحكة في الأخر ويقولوا لي أنني كان آمن بالخرافات. رجعت الكتاب للشكارة وقلت من بعد نتفرغ لي. دوزنا هذيك العطلة ورجعنا بحالنا لكازا، وكل واحد وفين مشى لشغالاتو. هزيت التليفون ديالي واتصلت بسارة. الو حبيبة انا رجعت. نطقات وقالت لي على سلامتك وسكتات. كان الجواب ديالها بارد وفيه بزاف ديال الأجوبة تحتو. سارة بغيت نشوفك. قلت لي ماشي دابا. قلت لها واخا. ما بقيتش صيفط لها والو. قلت وكان حتى تبرد. دازوا ليام بحال هكا، ونهار على نهار كنزيد نتأكد أنها ما بقيتش كتبغيني. في واحد المكالمة قلت صارحيني، بدات كتهرب من الجواب وكتقول إمتى غادي تجي تخطبني. قلت لها قريب قريب، ولكن علاش وليتي باردة معايا؟ وقالت غير كيتخايل ليك. حليت الفيس ديك الليلة وبان ليا في جنب واحد الجروب ديال الجن والسحر. درت لي غونجواندغ وتقبلت في البلاصة. كان الجروب فيه أكثر من 700,000 عضو، كله فاش كيسول. أنا طاح في بالي هذاك الكتاب. قلبت وسط الماري وكنت مخبيه في حوايجي. صورته وطلبت تفسير لي وتسنيت من الأدمين قبل المنشور. تقبل المنشور ودازت دقيقة وجاني ميساج بحال هكا. امسح المنشور، أنا غادي نشرحيك. وعلاش؟ غادي اللي قلت لك. مسحت المنشور وقلت أنا مسحته، يلا شرح. قبل خاصنا نتفقوا. وعلاش؟ باش نوضح لك بلي أنا معقول، وإلا كان الكتاب أصلي فاللي أنه لحلمتي راسك كتمضي عقد ملكية الكتاب. هنا شدتني الصدمة. أواه باش عرفها. بقيت ساكت للحظة وكتبت واخا شنو الاتفاق؟ غنترجم ليك جوج سطور الأولين فابور والباقي بألفين وخمسة.
500 درهم للفقراء. ضحكت في خاطري وقلت واخا أرى الفابورة والأول. وخانا الأولى كتب فيها سميتك، والثانية الكنية، والثالثة اسم الأب، والرابعة اسم الأم. كتبهم في الصفحة الأولى وبقلم الرصاص حسب ليك. أنا جبت الكتاب ودرت داكشي اللي قال. أها ومن بعد سديت الفيس وأنا كاع ما مصدق لهاد التخربيق اللي كيقول. اتصلت بسارة نسول فيها لكن ما جاوبتنيش. طفيت التليفون ونعس. والصباح ملي خرجت من الدار وانا غادي للخدمه في لحظه طاح عليا البارابور من الفوق. انا ما فهمت والو.